بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله هنتكلم النهارده عن موضوع يمكن احنا هرسناه كتير جدا واتكلمنا عنه كتير جدا في وسط الكلام بتاعنا، ومفروض ان الكتاب هنا كان يجيبه في الاول، يعني هو جايبه في الاخر، اللي هو مسألة البريجر جريدينت او مسألة انتقال الهواء من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. بس هنا بقى هنتكلم عنها، يعني ايه نقرأها مع بعض عشان نثبت الايه المعلومة. البريجر جريدينت او التغيرات في مسألة الضغط، اللي هي وات كوزز، اللي بتسبب ان هي تجعل الاير موف انتو اند اوت اوف ذا لانج، بتخلي الهواء يدخل ويطلع من اللانجز او يطلع من الرئتين. وين ذا ماسلز، لما الماسلز بتبدا ان هي بتاعت الانهيليشن تبدا ان هي تعمل كونتراكت، زي مثلا ماسلز اوف ذا افرام، او زي مثلا الاسترنوكليدوماستويد ماسل، او زي السكليد ماسلز. خلاص كده، هذه العضلات لما بتعمل كونتراكشن، او زي الاكسترنال انتركوستال ماسلز، كلها لما بتعمل كونتراكشن ده بيبدأ ان هو يزود الفوليوم، يزود الفوليوم اوف ذا شيست كافيتي، التجويف الداخلي للشيست كافيتي، وبالتالي زي ما اتفقنا اللانجز بيحصل لها ساكشن، تبدأ ان هي تشفط باتجاه للشيست وول، زي ما احنا شايفين بيحصل كده، تبدأ اللانجز طبعا تبدأ ان هي تتحرك باتجاه الشيست وول. خلاص كده، طيب ساكشن اوف ايه اوف لانج، تمام كده. طيب، وطبعا ده برضو كمان بيبقى كمان مع بالتعاون كمان مع مسألة الايه السكشن اللي بيبقى موجود في البلورال فلويد، يعني اثناء عمليه الانسبيريشن او اثناء عمليه الشهيق الشيست وول بيتسع للخارج، وكذلك برضو اللانجز بتفرد مع البلورال فلويد، فالاثنين شغالين في نفس الاتجاه، واخد بالك؟ انما العكس بقى في الاكسبيريشن بيشتغلوا عكس بعض، زي ما احنا شرحنا في مساله الايه البلورال كافيتي. يبقى اثناء الانسبيريشن، العضلات في عندنا حاجتين بيحصلوا. الحاجه الاولانيه هي الماسلز بتبدا ان هي تعمل كونتراكت، الماسلز بتاعت الانهيليشن تبدأ ان هي تعمل كونتراكت. الحاجه الثانيه كمان التاثير بتاع البلورال فلويد، بالاثنين مع بعض بيعملوا سكشن للانجس في الشيستون، يبدأ ان هم يشفطوا اللانجس او يشفطوا الرئتين باتجاه الشيستون، خلاص، وتسببوا في ان اللانجس يحصل فيها نوع من الاكسبانشن او التمدد او التوسع. طيب، اتساع بقى اللانجس ده من شأنه يعمل ايه؟ من شأنه ان هو ريديوس، يقلل ريديوس بريجر، بيقلل الضغط انسايد ذا لانجس، يبدأ ان هو يقلل الضغط بداخل اللانجز ريلاتيف تو، مقارنه بالاتموسفيريك اير او بالهواء الجوي، فيبدا الايه الاير او يبدا الاير يبدا ان هو فلو ينساب داون، بريجر، يعني ايه داون ذا بريجر جريدينت، يعني من التركيز الاعلى او من الضغط الاعلى للضغط الايه الاقل. خلاص كده، يبقى اذا الحركه بتاعه الماسلز اوف انهيليشن وعمليه البلورال فلويد الاثنين مع بعض بيتسببوا في عمليه الاكسبانشن اوف ذا لانج والساكشن اوف ذا لانج، وده من شأنه ان هو يقلل الضغط الموجود بداخل الرئتين، ومن شأنه ان هو طبعا يقلل الضغط الموجود في الرئتين ريلاتيف تو، مقارنة بالاتموسفيريك ايه الاتموسفيريك إيه. طيب، فيبدأ الاير يبدأ ان هو ينساب من الضغط الاعلى للضغط الاقل انتو ذا لانجز الى الايه الى الرئتين. طيب، العكس بقى اثناء عملية الاكزاليشن، لما نيجي نبص كده فور ذا اكزاليشن، اثناء عملية الاكزاليشن بيحدث ايه؟ بيحدث هناك الاستيك ريكويل، يعني بتبدأ الايه اللانجز تبدأ ان هي تنكمش، خلاص كده، ولانجز تبدا ان هي كومبرس، تبدا ان هي تضغط على الاير الموجود بداخلها، وزن زمي الاير الهواء الموجود بداخلها، وتبدا ان هي فورسنج اير، تقعد على الاير، فورسنج ات اوت، بتجبر الهواء ان هو يطلع بره في الاتموسفيريك اير. خلاص، كل الكلام ده كلام قديم علينا، بس احنا بس بنراجعه يعني مع بعض. خلاص، يبقى دي فكره مساله الايه البريجر جريدينت. طب هنا ادي رسمه بيوضح عمليه الانهاليشن في الرئتين، خلاص، ومن الناحيه الثانيه بيوضح عمليه الايه الشيست كافيتي اكسبانشن او التمدد او التوسع في التجويف بتاع الايه الشيست كافيتي. هنجد هنا الانهاليشن انلارجنج اوف ذا شيست كافيتي، توسع الشيست كافيتي بيبدا ان هو يخلق نوع من النيجاتيفيتي في البريجر، سلبيه في الضغط بداخل اللانجز بداخل الرئتين، تبدا ان تسحب الهواء بداخلها. نفس الكلام، شوف هنا نفس المنظر اهو، بص شوف الرئتين هنا عاملين ازاي، طيب هنا شوف الشيست كافيتي عامل ازاي، مفروض واللانج دام شيبد، وشوف المفروض فلاتند، انما هنا الديافرام شوف الدام شيبد والتوب طالعه ازاي. خلاص، فهنا الشيست كافيتي كونتراكت، خلاص كده. الاكزهاليشن بتبقى يحدث هناك ريديوسنج في الشيست كافيتي، تقليل في التجويف بتاع الايه الشيست كافيتي فوليوم، وده يبدا ان هو يزود الضغط، يعمل بوزيتيف بريجر، يبقى هنا في بوزيتيف بريجر، هنا في نيجاتيف بريجر، يبدا ان هو يعمل بوزيتيف بريجر يزود الضغط، فيبدا ان هو يضغط على اللانج تيشوز، ففورسنج الاير اوت، يبدا ان هو يجبر الهواء ان هو يطلع بره. فاحنا كده خلصنا الايه البريجر جريدينت، الانهاليشن والاكزهاليشن، وراجعنا عليهم ايه؟ راجعنا عليهم بسرعه.